أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تسليم 30 أسرة منازلها الجديدة في قرية الفارسية بمحافظة الأقصر. كما أعلن التحالف أن المئات من أهالي القرية استفادوا من الخدمة الطبية والمساعدات الموسمية. في بيوت عندنا متدمرة فعمروها الحمد لله وشطبوها على أحسن وجه، وبارك الله فيهم وكل من ساهم في هذا الخير، لأنه وفروا لنا يعني عيشة مريحة والحمد لله، وجابوا لنا مركب بجميع محتوياتها. جابوا لنا أهل الخير مراكب وبيوت وعدلوا لنا كل حاجة حلوة بالصلاة على النبي يعني، وربنا يزيدكم وربنا يبارك فيكم أنتم، وعش كان بعد اعطونا في أهل الخير وخلتونا برضو مقيمين وخلتونا برضو إيه نجيب معيشة من جهة المراكب، وبرضو سكن برضو حلو وعدلتوه. البود اللي كانت مكان اللي هو اتبنى ده كانت برضو حاجة وحشة خالص، فربنا برضو بارك فيهم أهل الخير، وبرضو لسه شغالين برضو في البلد، أي حاجة ناقصة في البلد برضو مش بيقصروا منيها الناس، وبرضو في مراكب جابوها لنا سعادتك برضو لينا اللي معموش برضو حاجة أكل بيعيش برضو بيأكلوا بيعيش.